ونقول يا بسم الله الرحمن الرحيم. S14 ركز لي على الكيلومتر، 33,000 كيلومتر ماشي حقيقي، 33,000 كيلومتر حقيقي. S500 بدي AMG والداخل دايمود ديزاين مال مايباخ، لون الداخل اوف وايت. هسه ندخل على الداخل ونحكي، خلي ناخذ نظر على السيارة من الخارج ولا غلطة على قولتهم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وندخل احنا وياكم على داخل السيارة. الديزاينو دائما لما نعرض سيارة اقول واظل اقول، تبدي من هنا النقشات وتبدي اهوية كشنات تختلف عندك، اللي مثل ما تشوفون النقشة كله يختلف، هذا اللي مقصود بالديزاينو. وسقف السيارة شامو والمقاعد تدفئة وتبريد ومساج، طبعا كهرباء وميموري. وكرر سيارة 33,000 كيلومتر ماشية. نظافة لوك تشوفون، هذه لو ما ديزاينو تجي سادة. سيارة جديدة لوك مال جنية، بالعافية على الصير من نصيبة. كيلومتر مالتها حقيقي مدى الحياة تفحص. S500 يعني 8 سلندر لارج. وايضا عندك هذه تختلف، البدون ديزاينو تجي هيجي سادة نفس هذا، ومثل ما تشوفون هنا كلش حلو. هذه داخلية السيارة وهاي نظافتها. شباب بالنسبة للنظافة خلي ما نحكي بيها لانه الكيلومتر يحكم، خلي نختصر الفيديو ونقول لكم عن سعرها وعن تفاصيلها اكثر. نفتح الصندوق ونشوف شنو بيه ما بيه. شفت الحركة هاي الحلوة؟ هذا رقم السيارة اربيل الجديد وبأسنة. الدقائيات مالت السيارة اصلا ما مدشنات. بقية الغراض اللي عدها تصير جوا هذه الفرشة. طبعا تقدر تسد نفس الحركة، بس انا على مود حبيت اشوفكم. شبابنا السيارة كلها الصبغ عندي هنا، مثل ما تشوفون انا ما داشر حتى مو الدعامية، بس هذا القبغ مال الصندوق هالقد فقط، ما اعرف شنو طاخها وصابغينها يعني، مو ضربة او حادث نهائيا. ما باقي ان شاء الله كله مكفول، حتى الدعاميات بدون صبغ. هنا وصار كل شيء تمام عندك. S63 AMG 4MATIC Plus. ها شنو؟ شنو نحكي على هاي؟ يلا نرجع. تأمرون أمر. شباب سعر السيارة 68,000 دولار، عنوانها سليمانية ورقمها اربيل وباسمنا. اللي يرغب شرائها راح أثبت لكم رقمي وتأمرون تدللون. أخوكم عدي البينة. ترهم بالنقد فقط بدون مراوس هذه السيارة. وإن شاء الله يوم عن يوم نرجع احنا وياكم بفيديو جديد وتشكيل جديدة من السيارات. عروضنا اللي هي اكثر شيء عندنا حاليا بيامات 21 حجم 520 530، عندنا 530 ثانية نفس هذه بيضة، وايات عندي اثنين كلاس والله ثلاثة، اي 200 واي 300. هم هذا الشكل الجديد 21 22، وهاي 700، وذا نجي ألصيات اثنيناتهم 21، السوداء والبيضة، ديش البيضة كوب هاي بدون كوب، وهذه الديسكفري المارسس الجي ال اللي البارحة عرضتها ومخلي كنت كاتب رقمي بالغلط. شكرا على الشخص نسيت اسمه اتصل عليه وقال لي يابا انا حافظ رقمك ودقيت لك، اما انت الرقم اللي ناشره فناشره غلط. على العموم رقمي هو 0772 150 6000، ما عندي غير هذا الرقم، وبي واتساب وعلي كل البرامج. إلى هنا نختم مقطع الفيديو، إن شاء الله أكون ما أطلنا عليكم. تحياتنا لكم ومع السلامة.